اوبن مايند قشطه يا مان وكل ويلا بينا وراشق معاكو. الكلوز مايند معلش بقى يعني مره تانية مش هتنفع، تتعوض المره الجايه ان شاء الله. الفري مايند يلا وهوبا وايه. الاوبن مايند والفري مايند والكلوز مايند مصطلحات هبطت علينا من الغرب وما نعرفش معناها ايه، بس احنا كمصريين بقى مسيطرين في كل حاجه وفاهمين كل حاجه صح. فيلا بينا بقى نشوف المصريين فسروا الكلام ده ازاي. في سنة 1960 اتعمل فيلم ظهر فيه شخصية اسمها لوسي ابن طنط فاكيها. الشخصية دي عبارة عن واحد لامم حواليه البنات وعمال يضحك ويقول لهم في نكت وهم يضحكوا. المنظر ده بيمثل الفري مايند في أقذر صورتها، والفري مايند ده أساسا التحريف المصري لأصل كلمة أوبن مايند. طب أوبن مايند معناها إيه؟ أغلب خبراء علم الاجتماع فسروا كلمة الأوبن مايند على إنه شخص ناضج ومتعلم ومثقف ومتفهم للحياة من خلال أسس وعقائد ثابتة بداخله، غالبا ما تكون قابلة للتجديد بما يتناسب معتقداته الدينية والاجتماعية. والأوبن مايند هو مفهوم ظهر بين الأمريكان والأوروبيين، واللي بيوضح الصورة المعروفة للغرب في كل تفاصيل الحياة اللي بتكون غريبة وشاذة عن أفكار ومعتقدات المجتمعات العربية. وللتوضيح ده في مشهد ظهر في مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة اللي فاتت، الناس شايفينه غريب ومتعجبين منه جدا. وللأسف اللي حابب أقوله لكم إن المشهد ده بيعبر عن فئة موجودة فعلا في المجتمع. الفئة دي بتحاول تخلي ان المشهد ده عادي وان الحياة دي عادية. المشهد كان عبارة عن واحد كان نازل مع واحدة متجوزة، فجوزها لما رجع لقاها نازلة مع الشخص ده من فوق، فمن الطبيعي جوزها بيسألها مين ده، فاستغربت جدا وردت قالت له ده هاني. قال كده يعني ده محرم وينزل من عندها عادي. اللي هقوله دلوقتي دي بديهات كلنا عارفينها، بس المفروض محدش يغيرها لك. المسلم ما بيتكلمش واحدة غريبة عنه بدون ضرورة تحت اي مسميات، ولو عمل كده يبقى حرام بدون اي تحريف للكلمة. حرام. تحريف معنى الأوبن مايند إن الشخص يقبل إن مراته أو بنته تصاحب وتلبس لبس ضيق أو لبس يبين أجزاء من الجسم، ده اسمه دياسة. وتعريف الديوس هو الذي لا يغار على أهل بيته ويقبل فيهم السوء، وده التعريف المتفق عليه بين جمهور العلماء. وفي بعض العلماء فسروا إن اللي بيقبل الزنا في أهل بيته، لكن إن التعريف الأصح هو الشامل للاتنين. وزي ما معروف في حديث لا يدخل الجنة ديوس، الغيرة محمودة بين الطرفين لأنها بتخليهم ينبهوا بعض لما حد فيهم يعمل حاجة غلط أو تضايق التاني. البنت بقى اللي بتدور على شخص ما بيغيرش، هي بتدور على شخص مش راجل أساسا، لأن من سمات الرجولة إنه يبقى عنده غيرة على أهل بيته. وكمان في فرق كبير بين الغيرة والتحكم. الغيرة في الحاجات الحرام والتدخل في منعها مسموش تحكم، لأن ده أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان الشخص ده ولي أمر أو كان مسؤول. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. لكن التحكم إن أنت تمنع حاجة مباحة من غير سبب أو داعي لده، يعني ما ينفعش يقول لها ما تاكليش كذا أو تشربي كذا أو تروحي لوالدتك من غير سبب. الخلاصة الأوبن مايند والفري مايند والكلوز مايند والملوخية مايند، أي مصطلح جديد يدخل عليك حاول تعرفه هو إيه ومين اللي قاله وبيتكلم عن إيه وإيه سبب وجوده. وبلاش تسيب نفسك للتقليد الأعمى للغرب من غير ما تاخد بالك أو واخد بالك وعامل نفسك من بنها. تحياتي لكل أهالي بنها الكرام. أنا خلاص خلصت. سلام عليكم.